بعد عدة سنوات من التصميم المكرر وقلة الابتكار، سامسونج بتبدأ 2019 بثلاث هواتف المتوقع تكسح السوق: جالكسي S10، S10 بلس والS10 E، اللي حيكون الأكثر اهتماماً ومبيعاً بسبب سعره القريب من أسعار الجيل الماضي، بس طبعاً بإمكانيات هائلة. الاختلاف الأبرز طبعاً هو تصميم الشاشة أو الهول بانش، فبالS10 والS10 E في كاميرا واحدة، أما بالS10 بلس ففي كاميرتين بانش هول. التصميم الصراحة جديد، والمتوقع مثل ما قلنا يكون الأساس للجميع اللي يتبعوا سامسونج بنفس الطريق والتصميم. الأطراف فيها زر التشغيل، زر رفع وخفض الصوت، وزر بيكسبي، وبالأسفل في السماعة الخارجية ومنفذ USB Type-C للشحن السريع، ومنفذ الهيدفون جاك لسه موجود. وخلف الجهاز بالS10 والS10 بلس في ثلاث كاميرات ومستشعر دقات القلب ومستوى الأكسجين. أما بالS10 E ففي كاميرتين بس وماسح البصمة من الطرف. أما ماسح البصمة بالS10 والS10 بلس فهو أسفل الجهاز تحت الشاشة، وصار من نوع جديد من تطوير سامسونج، فبيعمل مسح بالموجات فوق الصوتية ليتعرف على البصمة بدلاً عن المسح المرئي، فصار حتى إذا كان إصبعك مبلول بإمكانك تفتح الجهاز بكل سهولة. ومثل ما قلنا بالS10 E فماسح البصمة هو نفسه زر التشغيل. والجدير بالذكر بأنه ماسح القرنية أو الآيرس سكانر فاختفى كلياً لأن النوتش ما عاد موجود. الجهاز معزز من الجهة الأمامية والخلفية بزجاج مقوى أو كورنينج غوريلا جلاس 6 أو النسخة السادسة لحماية مزدوجة، وطبعا مقاوم للماء والغبار IP68. الشاشة هي الأولى من نوعها بأي جهاز، فهي من نوع AMOLED Infinity O بكثافة ألوان 522 للS10 Plus، 550 للS10 و 438 للS10 E. والمميز فيها فهي أكثر شاشة من ناحية السطوع، وبتدعم الـ HDR10 Plus حتى بتسجيل الفيديوهات، بس للأسف ما حيبين عنا بالفيديو لأن الكاميرا اللي استخدمناها بتصوير هي الحلقة ما بتدعم الـ HDR10. هيكل الجهاز من الألومنيوم، وزنه صار خفيف جدا، بتراوح بين الـ 175 للـ 198 جرام، طبعا بيعتمد على نوع الخلفية. الشاشات بتختلف بالحجم بين النوع والآخر، فبالS10 E بتيجي بحجم 5.8 إنش بنسبة 83.3%، أما بالS10 فبتيجي بحجم 6.1 إنش وبنسبة 88.3%، أما بالS10 Plus فبتيجي بحجم 6.4 إنش بنسبة 88.9%. الألوان بالتليفونات الثلاث مبهرة وصعب أي شاشة تانية تتفوق عليها بالوقت الحالي. بالنسبة للكاميرات بالثلاث هواتف، بالS10 والS10 Plus في ثلاث كاميرات خلفية: 12 ميجا بكسل للوايد، و12 ميجا بكسل تليفوتو، و16 ميجا بكسل ألترا وايد. أما بالS10 E ففي كاميرتين: 12 ميجا بكسل وايد و16 ميجا بكسل ألترا وايد، يعني شالوا كاميرا التليفوتو. الجدير بالذكر أنه الصور قريبة جدا من صور النوت 9، خاصة بالإضاءة المنخفضة، وبتتحدى صور الآيفون XS حتى أنها بتتفوق عليها بكثير من الأوقات. تسجيل الفيديو بيوصل ل 4K 60 فريم بالثانية، لا ننسى طبعا بالإمكان التصوير بزاوية عريضة والتقريب المرئي، ومثل ما شايفين فالألوان أكثر من رائعة ومثبت الصور المرئي أكثر من رائع خاصة عند الجري. الكاميرا العريضة إضافة رائعة لسلسلة الجالكسي، والتقاط الصور باستخدامها كثير ممتع. خلينا نجرب. هاي صورة عادية مقربة، وهي باستخدام الزاوية العريضة. بالS10 E مثل ما قلنا في كاميرتين بس هم نفسهم اللي موجودين بالS10 والS10 Plus. بالجهة الأمامية مثل ما قلنا في كاميرتين بالS10 Plus وكاميرا واحدة بالS10 والS10 E. الكاميرتين الموجودين بالS10 Plus هم 10 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل. صور السيلفي ممتازة وقريبة جدا من النوت 9. نجرب بالزاوية العريضة. وبالنسبة للفيديو بالكاميرا الأمامية فبيصور 4K 30 فريم بالثانية. والكاميرا الثانية بالS10 Plus هي للبوكي إفكت. أما بالS10 والS10 E ففي كاميرا واحدة 10 ميجا بكسل، والصور اللي بتصورها بالS10 Plus هي نفسها اللي بتصور بالS10 والS10 E. الذاكرة العشوائية بتتراوح بين 6 و 12 جيجا بايت، تخيلوا، والتخزينية بين 128 جيجا بايت وبتوصل لحد 1 تيرا بايت، مع إمكانية إضافة 512 جيجا بايت تانيين مع الـ SD كارد أو بطاقة الذاكرة. نظام التشغيل هو أندرويد 9
باي، وواجهة المستخدم هي سامسونج ون يو اي الجديد كليا، أفضل واجهة مستخدم لسامسونج حتى الآن، فهي سلسة ومريحة وسريعة والتصفح سريع جدا، وبتحتوي على أنظمة بتسهل من حياة المستخدم وبتطيل عمر البطارية والجهاز. بعض الأشياء اللي لفتت انتباهي هي الدول ماسنجر، صار بالإمكان تنزل نسخة إضافية من بعض البرامج لاستخدام أكثر من حساب مثل الواتساب والسناب شات والفيسبوك ماسنجر وهلوم جرة. إمكانية تعديل زر بيكسبي أخيرا لأي برنامج تاني حابب توصل له بسرعة. المعالج بيجي بالمنطقة من نوع كوالكوم سناب دراجون 855، طبعا 80 نواة. أما بالولايات المتحدة فبيجي من نوع إكزينوس 9820 كمان 80 نواة. محرك الرسومات بالمنطقة حيكون من نوع مالي G76 MPR، أما بالولايات المتحدة فحيكون من نوع أدرينو 670. يعني ما في داعي أتكلم عن السرعة والسلاسة والعملية بسلسلة هواتف الأستن الجديدة، خاصة تعدد المهام، ولا ننسى لعب آخر وأحدث الألعاب صاحبة الرسومات الدقيقة والعالية وضرورة توفر معالج ومحرك رسومات بيسيطر عليهم، والثلاث نسخ أداؤها رائع ولا يعلى عليها. نجرب اختبار أنتوتو بنشمارك بالثلاث هواتف. وبهيك حصل الـ S10 Plus على 334,655، أما بالـ S10 فحصل على 331,921,000، ومثل ما شايفين بالـ S10 A كمان حصل على 331,818، قريبين كتير من بعض. يعني إذا فرضاً اخترت الـ S10 A واشتريته فهو أبداً ما بقل عن بقية الهواتف أو عن الـ S10 والـ S10 Plus. شوف الترتيب، مثل ما شايفين فالـ S10 تربع على عرش الهواتف. من ناحية الصوت والسماعات فهي جيدة جداً كما تعودنا عليها من سلسلة الجالاكسي. قوة البطاريات كالتالي: الـ S10 E 3100 ملي أمبير، الـ S10 3400 ملي أمبير، أما الـ S10 Plus ف 4100 ملي أمبير. يعني البطارية بالـ S10 Plus مفروض تكمل معك يوم كامل، وجميعهم بيدعموا الشحن السريع واللاسلكي، وصار بيدعموا الشحن اللاسلكي العكسي مسيرا في خطوات هواوي في الميت 20 برو، بس مع اختلاف الاسم، فصار اسمها بسامسونج مشاركة الطاقة اللاسلكي أو الوايرلس باور شير. أما الشحن السريع فصار أسرع مع الشحن اللاسلكي السريع 2.0، فبعد 15 دقيقة من الشحن ممكن يضل معك التليفون لمدة 3 ساعات ب 15 دقيقة شحن. تخيل سامسونج S10 والS10 E والS10 Plus بيدعموا نسخة الواي فاي السادسة ونسخة البلوتوث الخامسة. الأجهزة بيجوا بألوان مختلفة، منها الأبيض والأسود الزجاجي، الكناري الأصفر، والأبيض والأسود السيراميكي وغيرهم. والأسعار بتبدأ من S10 E ب 2699، أما S10 فبيبدأ من 3199، وبالنسبة للـ S10 Plus فبيبدأ 3599. هاي كانت مراجعة مختصرة وشوي مفصلة عن 3 أجهزة، طبعاً ما عطيناهم حقهم لأن الوقت طبعاً ما بيسعفنا. ممكن نعمل فيديوهات مخصصة لكل جهاز إذا حابين تعرفوا معلومات إضافية عن أي من النسخ، فخبرونا بالتعليقات إذا حابين هذا الشيء وحنحاول نعمل فيديوهات إلها. وفي نسخة ما بنعرف إمتى حتنزل بالضبط، وهي أكبر بحجم الشاشة وعدد الكاميرات، والأهم إنه بتدعم شبكة الـ 5G، وأكيد السعر حيكون أعلى. غير هيك إذا عجبكم الفيديو فلا تنسونا من اللايك، وإذا حبيتوه فاشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. شوفكم على خير، سلام.